الاجتماعيه اللي كاين اللي خصها شروحات، كاين اللي خصها توضيحات، وكاين اللي مجموعه من الاحوال كيجهلوها. ولهذا سوف لا اطيل عليكم كثيرا، ورحب بكم جميعا واشكركم على الاتحاد لهذه الفرصه للقاء بكم. بالنسبه للعرض سوف اكون جد، يعني ما نطولش عليكم، دونك ما نطولش بزاف العرض. دونك عادي سوف نتمحور حول جوج د المحاور، يعني ما غنقولوش بزاف. دونك هناك المحطه التاريخيه السياحيه احداث المؤسسه، ما هي الحكامه داخل المصرف السادس، ثم الشق الثاني وهو الشق الثاني وهي الخدمات الاجتماعيه التي تقدم المؤسسه، كيفيه الاستفاده منها. هنا المحطة التاريخية اللي جات فيها المؤسسة، هناك 2000 يوليوز 2000 تم إعلان صاحب الجلالة على إحداث المؤسسة، 2021 تم إحداث القانون المؤطر لإحداث المؤسسة، أكتوبر 2001 أكتوبر 2001 كذلك تم تعيين السيد مزيان بن الفقيه مستشار صاحب الجلالة كرئيس للمؤسسة، في 2000 فبراير 2006 بدا العمل تعديل، يعني واحد التعديل وتتمين القانون 73 القانون المؤسس المنظم للمؤسسه. 2010 دونك مراجعه القانون كذلك، لان منذ احداث المؤسسه ما فتئت تغيير هذا القانون المنظم للمؤسسه لاعطائها الفرصه لاحداث خدمات جديده، لان حاليا الخدمات المؤسسه تنوعت، ما بقاتش عندك الخدمات في الصحه والسكن، بحيث ان المؤسسه عندها مجموعه من الاختصاصات. دونك هذه المحطة التاريخية. بالنسبة فيما يخص الحكامة، كما كتعرفوا المؤسسة كيسيرها عندها واحد اللجنة مديرية، هي اللي كتسير هذه المؤسسة واللي كتحدد استراتيجية العامة للمؤسسة. هذه اللجنة المديرية فيها ثلاثة الأنواع ديال المنخرطين ديال الأعضاء. هناك أعضاء معينون اللي كيضموا 7 المؤسسات العمومية ولا الوزارات، كاين وزارة الداخلية، وزارة التعليم، وزارة التربية الوطنية، دونك وزارة الصحة، دونك هذو 7 المؤسسات العمومية. وكاين 7 ديال النقابات ممتنين عن النقابات الاكثر تمثيليه، 7 الاعضاء، ثم 7 الاعضاء اللي كيجيو من المؤسسات العموميه الاخرى، هادو اللي كيكون التعيين ديالهم يعني تقريبا من 4 سنين كنجددوا نظرا لاستراتيجيه المؤسسه، بحيث ان اذا كنا باغيين نديروا اتفاقيه في المجال لو ان سي اف كنجيبوا الناس ديال المدير العام ديال المكتب الوطني ديال لو ان سي اف باش نديروا معاه اتفاقيه باش يساعدنا في هذه الخدمه هذه. كذلك دخلنا معنا الناس ديال المطارات، لان مقبلين على واحد الاتفاقيه مع المطارات، دونك حتى هو دخلناه. دونك هذو 7 مؤسسات عموميه استراتيجيه اللي كندخلوها في اللجنه المديريه. بالنسبه للمؤسسه في هذا العمل ديالها كتعتمد على واحد الميثاق القيم اللي فيه احترام الخيار الشخصي، بحيث ان المنخرط الحق في اختيار الخدمه اللي كتناسبه واللي محتاج ليها، ثم تكافؤ الفرص، بحيث ما عندناش ديك هذا متقاعد، هذا مازال كيزول العمل ديالو، هذا استاذ، هذا يعني عاون، دونك ما كناش ما عندناش هاد لي نوسيون، عندنا منخرط في مؤسسه المؤسسات وكيستافدوا من جميع الخدمات. ثم المهنيه، بحيث ان الخدمات المؤسسه كنعطيوها للناس اللي عندهم واحد الاختصاص، بحيث ان الصحه ديرنا اتفاقيه مع سام اسيرونس، نقل الاسعاف الصحي مع سام اسيستونس، يعني لي كريدي ديال لي بونك مع لي بونك، جميع الخدمات كنديروها مع المهنيين لان ماشي اختصاص ديالنا. بالنسبه للشفافيه، الخدمه ديال المؤسسه معروفه، شروط الاستفاده منها معروفه، دونك اللي بغى يستافد من شي خدمه كينطلق اذا كان فيه الشروط كيستافد منها. ثم هذا الشيء كامل كيرتبط بالثقه والتضامن ما بين الاساتذه والمنخرطين ديال المؤسسه، والثقه ما بين المنخرطين والمؤسسه ديالهم. بالنسبه للمنخرطين المؤسسه حاليا وصلنا 475,000 منخرط في 2022، حوالي 1.5 مليون مستفيد، لان كاين المنخرطون وكاين المستفيدون. المنخرطون هما اللي كيزولوا المهام ديال التعليم والمتقاعدون. بالنسبه للمستفيدون هي الزوجه ولا الزوجات ولا الزوج والابناء الى حدود 21 سنه، الى حدود 26 سنه اذا كانوا كيتبعوا الدراسه ديالهم، والى بدون تحديد السن بالنسبه للابناء
المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة. دونك هادو هما حاليا سوف ينضافوا مؤخرا، دابا حاليا راه تبدل القانون غينضافوا لنا القطاع الخاص، المنخرطون ديال القطاع الخاص حتى هما غيبقاو يستافدوا من الخدمات ديال المؤسسة بنفس الطريقة بنفس الشروط بنفس جميع. دونك هذا بالنسبة للمنخرطون. بالنسبة على المستوى الجهوي ديال الوحدات الإدارية الجهوية كما جاء في التدخل ديال الأستاذة، المؤسسة لتقريب الخدمات للمنخرطون تم إحداث مجموعة من الوحدات الإدارية الجهوية. هنا في الشمال كاين طنجة تطوان والحسيمة، كاين مجموعة 18 وحدة إدارية جهوية سوف تعزز بالوحدات إدارية إقليمية على مستوى كل مديرية إقليمية، يكون واحد مسؤول إقليمي ديال المؤسسة لتقريب المنخرطين من خدمات المؤسسة والتدخل في. دونك هذه اللقاء التواصل اللي كنا درنا الحاصل ديال الوحدات الإدارية الجهوية. بالنسبة للخدمات اللي مهمة هو اللي هو المحور الأساسي، المؤسسة انطلاقا من واحد استمارات واحد اللي كديرها سنويا كيبقى عندنا واحد الأولويات عند نساء ورجال التعليم هما الصحة والسكن. دونك هادو هما لي دوز جوج ديال الخدمات الأساسية بالنسبة للنساء ورجال التعليم، يليه الثقافة والترفيه. دونك هادو هما أربعة المحاور اللي أساسية بالنسبة للنساء ورجال التعليم انطلاقا من استمارات اللي كتعمروها واللي المؤسسة كديرها سنويا. بالنسبة للجانب الصحي، المؤسسة في هذا الجانب الصحي عندها ثلاثة الحاجات. أولا جميع العاملين بالقطاع ديال التعليم عندهم واحد التعاضدية لاكلاس، وبالتالي كيدفعوا الملفات الصحية ديالهم ديال التعاضدية. هاد التعاضدية ما كتعوضش 100%، كتعوض واحد النسبة معينة، وكاين بعض الحالات اللي ما كتعوضش. دونك المؤسسة ارتأت نظرا للعبء على المنخرطين في المجال الصحي على اساس ان نديروا واحد اتفاقيه مع واحد الشركه دابا ولات تسلم، ما بقات تساهم ولات تسلم، اللي الملفات الصحيه كتعوضهم، كتدفعوا الملفات الصحيه ديالكم ديال التعاقديه ونسخه من الملف كتدفعوا لتسلم باش كتعوضوا على الجميع. هذه التغطيه الصحيه التكميليه درناها مع شركه تسلم. شكون كيستافد منها؟ غنفهم الزوج المنخرط والزوجه ولا الزوجات والابناء. هذه التغطيه الصحيه التكميليه، التغطيه الصحيه التكميليه كانت في النهار الاول، النهار اللي بدا في 2004 بدينا بواحد الامراض خطيره ومزمنه وستين حاله خاصه. حاليا تم تطوير هذه الخدمه بحيث ولات كتشمل الامراض الخطيره ومزمنه اللي هي 42 مرض ومحدة اللي كتحدى هي الوكاله الوطنيه للتامين الصحي، زدنا جميع العمليات الجراحيه والاستشفائيه. ملي كنقول الجراحيه جميع العمليات الجراحيه، ولكن الاستشفائيه اللي محدده ان الاستشفاء دابا حاليا الملف هو ان تدخل لكلينيك تبقى 24 ساعة، لأن مثلا إذا دخلت في الكلينيك ودخلت في الصباح وخرجت في العشية، إذا مشيت دفعت لهم الملف الصحي ديال التكميلية ما يقبلوش منك. ولكن إذا بنتي في الكلينيك وتلغدا 24 ساعة وخديت لا فاكتور ديالك وخديت لو رابور ميديكال، غادفع الملف ديالك لا ميتويال وغادفع النسخة لسان أسيغونس هي اللي أصل لها هي تعوض لك هي التكميلية. زدنا الحالات الخاصة، كانوا ستة الحالات الخاصة، كاين نظارات الترويض الطبي، السكانير، ليرين، الولادة، تقويم الأسنان بالنسبة للأبناء اللي عندهم أقل من 16 سنة، وكاين الرمامات السمعية، هادو اللي كانوا. زدنا نظرا بعض الحالات ولا بعض، لأن عندنا واحد استمارات اللي يعني واحد ستاتيستيك كنديروهم سنويا، لاحظنا بأن بعض الحالات اللي ما كتعوضهمش لاكلوس، التعاضدية ما كتعوضهمش، منهم بيتسكان، الفيمات، ولوسيتي، هادو ثلاثة ما كتعوضهمش، والتكلفة ديالهم مكلفة. وهي كتشمل كيحتاجوهم في الامراض الخطيره والمزمنه، دونك غالبا لا شيميوثيرابي اللي كيدير الناس اللي انجينوجي. دونك هادو مزيد تمت اضافتهم، دابا حاليا اللي عنده ملف ديال السكان كيدير تقريبا 9000 درهم كتدفعوا على السلام هي اللي كتعوض، الفيمات كذلك كدير 15000 درهم كتدفعوا للسلام بوحده ما كتدفعوش لا ميتويل لان ما كيعوضوش عليك، لو سي تي ديال العينين عاوتاني كذلك كتدفعوا للسلام. دونك هادو دابا تسعود الحالات الخاصه، العمليات الجراحيه والاستشفائيه. كيفية الاستفادة؟ ديك الملف اللي كتدفعو لا ميتويال هذاك بنفسه كدير له نسخة وكتدفعو لصرف. كاين جوج حالات، إما كتمشي كتخلص وعاد كتدفع التعويض، وإما كدير لا بريزونجار كدير التحمل ديال لاكنوس، وممكن دير التحمل في العملية الجراحية اللي محددة كدير التحمل التكميلي ديال صرف. وحاليا المؤسسة في هذا الإطار ديال الصحة كذلك عندنا واحد الاتفاقية مع مجموعة من الكلينيك، الهدف منها وهو أن في العملية الجراحية المنخرط ديالنا يدير العملية يدير لا بريزون شارج ديال لاكنوس ويدير لا بريزون شارج ولا التحمل التكميلي ديال الصرف، هذا هو الهدف من هذا. دونك هذه بالنسبة للتغطية الصحية التكميلية. بالنسبة
الخدمه الثانيه في المجال الصحي واللي مهمه جدا وهي الاسعاف والنقل الصحي. كذلك يستفيد الزوجه ولا الزوجات ومنخرط الزوجه ولا الزوجات والابناء الى حد 21 سنه 26 سنه اذا كانوا كيقراو بدون تحديد السن بالنسبه للابناء. بالنسبه للخدمات ديال الصحه وهي لي زومبيلونسيال، واحد المنخرط المريض يحتاج واحد لومبيلونس ولا واحد وسيله النقل كيف ما كانت سواء الطائره ولا الكار ولا الاخر من حقه يطلب لا فونداسيون هذاك دابا ولات افريكا فورس اسيست ما بقاتش اسيستونس مونديال اسيستونس ولا افريكا فورس اسيست. هاد الشركه هذه هي اللي كتكلف بالنقل ديال المريض سواء من كلينيك لكلينيك ولا من كلينيك للدار ديالو ولا من الدار ديالو لكلينيك. شنو هما الحالات اللي كيدخلوا لان ماشي في جميع الحالات لان حنا دايرين اتفاقيه على اساس باش ياخذوا المريض لا كلينيك لا فريبوش المستشفى الاقرب. ملي كياخذوا ديك المستشفى الاقرب الا كانت الحاله ديال المريض كتستوجب انه خصو يتنقل لواحد المستشفى يعني متخصصه اللي غيدير فيها شي حاجه من حقه يطلب لونغيلت كذلك باش دير هذاك الترونسفير دير لون ديك لا كلينيك اخرى فيما كانت في داخل المدينه ولا خارج المدينه. دونك كاين النقل المتكرر في نفس المدينه او المدينه الاخرى. في الحالات الاستعجاليه في حاله الاستشفاء الطبي او الجراحي للقيام بحصص العلاج الكيميائي والعلاج الاشعاعي والعلاج يعني الناس اللي عندهم اللي كيديروا لا شيميوثيرابي ولا لا غاديوثيرابي. النقل المتكرر من المدينه الاخرى للقيام بحصص تصفيه الدم يعني اللي كيديروا الدياليز دونك هذو من حقهم كيستافدوا واحد ولكن على اساس ان هذو عندهم نقل متكرر خصو تسيب ما بين المركز ومحل السكنه اكثر من 50 كيلومتر باش كدير هذا النقل المتكرر من حقهم. حاليا درنا واحد المبادره لان الاخوان كاين اللي ما كيبغيش لومبيلونس درنا واحد المنحه سا ديبون ديال المسافه اللي كنعطيو واحد المنحه للمنخرط اللي عنده هذه الحصص ديال تصفيه الدم كيدير واحد طلب المؤسسه اللي كنوجدوا له واحد الدعم شهري واللي كنعطيوها له وهو كيدير الطاكسي ديالو ولا الطوموبيل ديالو ولا شنو كيدير. دونك حنا تقريبا الشاور كنعطيو لهم 4000 درهم شهريا هذا بالنسبه للشاور. التكفل بالنقل القيم بالمراقبه الطبيه بمعنى في حاله مثلا اذا كان دار شي عمليه جراحيه ولا استشفاء وعنده لو كونترول من حقه يطلب لومبيلونس ديه جوج مرات كل سنه. دونك النقل الاستشفاء بالخارج بالنسبه للناس الخارج اللي غيتعالجوا في الخارج حنا كنوجدوا لهم جوج حاجه. اول حاجه اللي كنطلب من الناس اللي بغى يتعالج في الخارج هو ياخذ الموافقه ديال لاكنوس ديال